غدا فرقست برشيد جوا نحو مدينة وجدة، حيث غادي يحل بمطار وجدة. بعد ذلك غتوجه صوب مدينة بركان عبر الحافلة قصد إجراء اللقاء المؤجل عن الدور 19 بطولة المجموعة الوطنية الأولى للدور الاحترافي. لقاء الأيوب يحتضن مساء غد الأربعاء ملعب بركان الحبيزيون بعد هزيمتهم أمام الوداد الخميس الماضي بس مؤجل دور 16 بهدف لصفر مع بدي كبير. برشيد خاضوا أربعة حصص تدريبية بكل من ملحق ملعب بدي كبير برشيد وملعب غازي تحت إشراف مدرب الرحيم النجاري، وغادي يخوض الفريق الحبيزي حصة مسائية اليوم لإزالة التعياء بإحدى الفضاءات بمدينة بركان. حصة صباحية اليوم يوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء كانت آخر حصة إعدادية برشيد. فريق برشيد كيحتلو المقلب الأخيرة كما قلت أيوب قبل قليل 15 مجموعة 19 نقطة، ويطمح لكسب نتائج إيجابية لتحسين المراتب والابتعاد عن المنطقة المكهربة المؤدية لنزول قسم وطني الثاني. الإشارة في لقاء الذهب برشيد انتهى بنتيجة الفوز، فوز الحبيزيين بواحد لزيرو بالهدف عزيز النخلي، لقاء اللي قاده الحكم الدولي رضوان جيد. بخصوص الأجور فهي الحمد لله اللعابة كلهم اتصلوا بها، المكسب مسير وشجع اللعابة بخصوص هذا اللقاء هذا والعودة ببركان بثلاثة نقاط ونتيجة إيجابية. أيضا لقاء غادي يعرف أيوب غياب المدافع عتيق شهاب نظرا للحصول ديالو على أربعة ديال الإنذارات، أيضا المهاجم سعيد العوفير اللي زار الطبيب السبت الماضي من أجل إزالة الجبيرة لكن زادوا 10 أيام كي يعود لإزالة الجبيرة. ومن بعد من الصعوبة أيوب أن يعود ضمن التركيب البشرية الحبيزية مع فترة الترويض التي تطلب أكثر من شهر. بالنسبة لرشيد والمضيف نهضة بركان لن يكون سهلا، النهضة سيلعب على رد الدين وكسب النقط لتحسين المراتب، فيما يدخل أو سيدخل الحبيزيون هذا النزال بشعور الفوز والعودة بثلاث نقط لكسب نقط الابتعاد عن المؤخرة وتجنب النزول. هذا هو الشيء يدخل أيوب حول الفريق الحبيزي. الحاج حاج غير اون جينيرال سؤال على الجو العام، انت كان لك لقاء مع طارق شهاب غنسمعوا التصريح ديالو غنسمعوا ايضا بن السالميه والحديث على الفريق الحريزي. برشيد اول مره كيعانيوا بهذه الطريقه هذه، عندهم ناقص 8 في الكولا فيراج، فريق اللي واحد سبعه الماتشات ما انتصرش، كان اول مره كيوصلوا هذه الفترات من الموسم وعايشين الضغط. كيفاش كاين الجو العام، الجو العام ديال برشيد ديال هذه النتائج السلبيه الغير معتاده من الصعود ديال الفريق؟ كان مينيمو كيخسر دو ماتش وكيعوض، ماشي سبعه وغادا السلسله متواصله. بالفعل خويا ايوب بعد ما كان الموسم الماضي كيشكل او منذ الصعود ديالو القسم الوطني الاول كان فايوس برشيد كيشكل ظاهره الموسم خلال الحضور ديالو وخلال المجارات فرق كبيره بحال الوداد ورجاء واكادير والجيش وبركان، لكن هذا الموسم وقع العكس بخلاف الموسم الماضي. فكان قبل الاسابيع الاخيره كانت الجو مدينه برشيد خصوصا مع النتيجه ديال اللي كانت امام النادي القنيطري والتطوان المغربي التطواني على ارضيه ملعب بادي برشيد حصه ثلاثيه للصفر كانت قاسحه بزاف فاثرت بشكل كبير على الاجواء في برشيد. فاللي كتسولوا في الشارع تقول ديك برشيد مشات، برشيد مشات هذا العام شينا هذا العام دوزيام ديفيزيون، ولكن مع اللقاء اللي كان امام وداد البيضاوي شفنا ان كان الماتش كان يعني ما باس يعني لا باس بهما قدموا لقاء كبير كان اكدها المدرب عبد الرحيم النجاري اكدوها كل الفعاليات اكد الناس بشعيب بن سلمية على انهم مازال طامحين غادي يمشوا ان شاء الله لبركان باش يقلبوا على الطوابوان لان عن مازال عندهم حظوظ. وكما اكد التقيت اليوم شخصيا مع المدافع عاتق شهاب اللي قصر عليا راديو مصر قال لي بانه راه حتى الغيابات اللي اثرت عندنا في كل ماتش يلقاو هذا بليسي هذا معناتها كاتر افيتيسمو هذوما اللي اثروا عندنا، ولكن غدا ان شاء الله قال لك راه حنا عازمين رغم ان الغياب ديالو هو غدا كاتر افيتيسمو فهما عازمين باش يجيبوا الطوب بوان ان شاء الله من بركان. لكن 90 دقيقه اخويا ايوب المباراه باراج بهذا المعنى ماتش باراج الفريق برشيد امام فريق النهضه البركانية. نذكركم ان برشيد سبعه الماتشات بدون انتصار ولكن اخر تسعه الماتشات خارج الميدان في البطوله راه ماشي ساهلين، يعني خمسه تعادلات جوج انتصارات جوج هزائم، يعني كيمشيو يلعبوا خارج التيران ما تيكونوش خصم سهل، ودابا بكل الامور تكون اصعب على فريق يوسفيه برشيد. استمعوا لبشعيب بن السالميه الناطق الرسمي باسم يوسفيه برشيد كيتكلم على المباراه. اللاعبين في اتم الجاهزيه كنحاولوا نخرجوا من هذه المرتبه اللي احنا فيها واللي ما كتشرفناش، نحاولوا نجيبوا شي نتيجه نبعدوا من مخالب النزول. للامانه المكتب مدير الجهد ديالو بالنسبه للسالير لي بريم التدريب في المواعيد كل شيء على احسن ما يرام في انتظار باش اللاعبين ان شاء الله يعطيونا ما كنتظروا منهم ونخرجوا من هذه المرتبه اللي ما كتشرفناش نهائيا.
شعيب بن السالميه البورت بارول باسم فريق يوسفيه برشيد. نستمعوا العتيق شهاب غادي يغيب على المباراه وكي كيبقى لاعب اكبر سنا في التشكيله ديال برشيد وحتى هو كيبريباري مع الجروب هذه المباراه. كيتكلم على الماتش وايضا على الغياب ديالو. فريق نهضة بريكان غتكون يعني مقابلة ديال الفراج، الترتيب ديالنا ما كيسمحش لنا ان ضروري ان شاء الله خصنا نحققوا واحد النتيجة ايجابية اللي ترضي جمهور الحريزي ولا الطاقم التقني ديالنا ولا المكتب. يوسف برشيد هذا العام كانوا عندهم بزاف ديال الاكراهات انه كانوا عندنا بليسير بزاف، يعني راه تقريبا شي 17 لعاب اللي تبليس علينا، يعني كيرجع لعاب كيشوهات لعاب، هذاك الشيء علاش ما كانش النتائج مستقرة. ان شاء الله تكون مقابلة اللي نحققوا فيها واحد النتيجة ايجابية اللي تقدموا في مراكز الترتيب ديالنا ويكون حتى المورال ديال الدراري ولا المكتب ولا الجمهور يكون مزيان ان شاء الله. وباقي المقابلات باقي 10، هنا عندنا ماتش مؤجل نحاولوا نستافدوا منهم ونحققوا نتائج مزيانه اللي ان شاء الله تخلينا ان برومي ديفيزيون ان شاء الله. الكره هي دي عندك اربعه انذارات ما تقدرش تلعب، حنا ما مكرهناش نكونوا مع الدراري غدا ان شاء الله ونعاونوهم. كاينين الدراري تبارك الله مزيان، يعني كما كيقول لك اللي في الكره اللي تخلي يقضي.